كم يوم كنا عم نحتفل ب 8 اذار وهو يوم المراه، ودائما القانون بيروح ل خلينا نقول انه وضع قوانين جديده كرمال تكون ايجابيه على حياتها، ودائما الانثى هي العنصر الاضعف بالحياه رغم كل القوانين اللي عم تتشرع جديد، ولكن احنا اليوم واقعيا ما فينا ننكر عذاب المراه في حال بس قررت انها هي تعمل خلع او تعمل ترفع دعوه طلاق او تاخذ حضانه الاولاد. شو هي القوانين اللي تعدلت وكيف اثرت ايجابيا على المراه؟ معلومات كثير مهمه حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم وهو المحامي الاستاذ محمد المهدي. يسعد صباحك استاذ، اهلا وسهلا فيك. صباح المتابعين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي عن موضوع الحضانه قانونيا واخر التعديلات يلي كانت وفق قانون الاحوال الشخصيه اللي كان ب 2019 اخر تعديل، فخلينا نحكي عن يعني اخر هي التعديلات يلي كانت. هلا بداية نحن بالنسبة للتعديلات اللي تمت، نحن كان في عنا بالنسبة يعني أهم تعديل بخص موضوع الحضانة هي التراتبية تبع موضوع الحضانة. يعني نحن ما كان في عنا تفعيل لدور الأب كتير بموضوع تراتبية الحضانة، كان في عنا بداية نحن الحضانة إنه هي للأم، فلأم الأم وعلى هالترتيب هاد إجا نحن القانون الجديد وقت اللي عدل، نحن صار عنا أول شيء الحضانة هي بتكون للأم، بعد الأم بيكون الحضانة للأب، بعض الأب بتصير لأم الأم. فهي التراتبية فعلت دور الأب نوعا ما، بس في نحن دائما في عنا شيء بقيد بدور الأب أو الأم. هلأ الأم وقت اللي هي بتكون إلها الحضانة بداية، أول شغلة نحن ما في عنا شيء بيلزم الأم إنها تكون هي إلها الحضانة بحال هي ما رغبت إنها تكون الحضانة إلها نتيجة شيء معين أو نتيجة السبب اللي يعني السبب اللي بيكون هي موجود نتيجة ظروفها. الأب له هو الحق الحضانة بالنسبة يعني بالمرتبة الثانية بعد الأم، بس نحن هون القانون نوه لشيء بسيط إنه هي الحضانة نحن عنا جاية من الحضن، حنان اليوم عم نحكي عن الأم، تمام، من الحنان دور الأمومة. نحن عم نحكي بالأساس نحن عن دور الأمومة. وقت اللي الحضانة نحن عنا بده يستلمها الأب، في نحن عنا شرط كتير مهم لحتى الأب إنه يستلم الحضانة، هي وجود حدا عنده للأب وقت اللي هو له الحضانة بده يكون عنده ذا رحم محرم للمحضون نفسه. يعني الأب لا يشترط إنه هو يستلم الحضانة له تحديدا، لأنه هو نتيجة الظروف نتيجة الأوضاع نتيجة عمله هو عم يتغيب عن البيت. صحيح. فنحن بحاجة لأنه يكون في معه مثلا أمه أخته حدا معين بتقدير الوضع الاجتماعي تبعه يكون يرعى هالطفل هذا. يعني نحن اليوم هذا الطفل بحاجة لرعاية، بحاجة إذا خصوصي إذا كان هو مثلا دون الخمس سنوات أو بمرحلة الرضاع أو المراحل الصغيرة من عمره، الأب ما حيقدر يكون بهذا الدور معه كامل. فنحن دائما عندنا شرط إنه الوقت اللي الأب بده يكون عنده الحضانة يكون في عنده أنثى من الأنثى تكون هي معه بالمحضون نفسه. ذكرت حضرتك هذا الشرط، هل في شروط أخرى اليوم يجب أن تتوفر في موضوع الحضانة ليتم إن كان للأب أو الأم؟ يعني هلأ نحن في عنا بنص قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للحضانة، هلأ بداية نحن في عنا الشروط العادية بالنسبة لأي شيء، يعني من موضوع الأداء، يعني نحن في عنا البلوغ، الرشد، القدرة على التربية، في عنا شرط خاص بالنسبة للزوج للأب، يعني نحن إذا بدنا نحكي تحديدا بالنسبة للأب يلي هو موضوع أنه يكون في عنده رحم. بالنسبة للأنثى اشترط القانون إذا بدها تضل الحضانة للأم وجود أنه ما تكون هي ما تتزوج متزوجة من أجنبي إلا إذا القاضي قدر هذا الشيء لمصلحة المحضون. يعني كثير في مفهوم خاطئ عند الناس أنه موضوع الحضانة وقت اللي بتكون للأم انه الام هي بدها تضل هلا هي موجوده ومحضونه تماما، ما بقى في انه انت اذا بيقولوا لك كثير مثلا اجتماعيا انه انت بكره بس تزوجتي بتروح منك الحضانه. لا، هذا قانونا هذا الشيء مو موجود. هي ممكن نحن انه هي تتزوج شرط انه يكون الشخص هذا الرجل الاجنبي يكون موجود لمصلحه هذا المحضون. فانت مو شرط عندك ابدا انه اذا الام تزوجت انه الحضانه تروح منها. استاذ كان هذا الشرط اولي، هلا نحن كانت الام تروح للتنازل عن الحضانه لامها كرمال تطلع من القصه. بس هذا الشيء نحن سبب عنا مشاكل،
وخصوصي المشاكل، يعني لو هي مو ضمن موضوعنا، بس هي المشاكل انه انا وقت الام عم بقولها انه اذا انت، اذا خصوصي اذا كانت متعلقه بابنها، انه انت اذا اليوم بدك تروحي تتنازلي عن انه بدك تتزوجي وبدها تروح منك الحضانه بمجرد ما علم زوجك السابق ابوه للطفل، فهي صارت تلجا لموضوع انه نحن عم نطلع عم تكتب كتاب هي خارج دوائر المحكمه ما تثبته، وهون عم يصير مشاكل لما تروح منها الحضانه نتيجة الأوضاع اللي صارت، أو الزوج الثاني اللي تزوجته توفى، صار إشكال، صار كذا، صار عنده طفل ثاني منه، فتنا نحن بمسائل أنساب. صحيح. صار في عنا طفل نحن مو مثبت، زواج واقعة مو مثبتة، فهي سببت مشاكل نتيجة بس يعني أنه عدم إلمام بسيط بموضوع أنه لا، أنت إذا تزوجتي من شخص ثاني ممكن أنه تضل لك الحضانة، شريطت أنه يكون هذا الزوج يرعاكي ويرعى هالطفل هذا بتقدير القاضي. لو عم نحكي انه اذا كان خارج الجنسيه السوريه، لا نحن ما اشترطنا هون، نحن ما حكينا بموضوع الجنسيه سواء سوريه او لا اجنبي، يعني ليس بصله قرابه، يعني ما نو من ضمن صله نحن ما القرابه. نحن عم نحكي عن الزوج الاجنبي، هو موضوع انه الزوج الاجنبي اللي ما في صله قرابه، ما حكينا نحن موضوع الاجنبي انه سوري او غير جنسيه. طيب خلينا نحكي اكثر اليوم عن الحالات والاسباب اللي بتؤدي الى يعني اسقاط حق الحضانه. هلا حالات سقوط الحضانه، هلا بدايه نحن كان في عنا انه بحال كانت، هلا حالات سقوط الحضانه اذا بدنا نحكي نحن فيهم بدقه، في عندك انت حاله النشوز، او اذا في عندك انت اللي كان المحضون مثلا قام بجريمه مخله للشرف. حالة النشوز بالنسبة للزوجة هي بتعتبر انه الزوجة اللي بتطلع، يعني عرفا انه اللي بتطلع هي الزوجة من بيتها بدون علم زوجها تعتبر حالة نشوز. بس حالة النشوز ما بيصير نحن انه نقوم بالادعاء فيها الا بحال ثبوتها بحكم قضائي، يعني مو هي مجرد اتهام فقط. وحالات النشوز وهي وردت بالمذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية انه لا تقبل سماع دعوى نشوز بالنسبه للي عم يدعي فيها الا بحال كان عاطيها متقدمها، يعني بحال ما كانت الزوجه قابضه المتقدم تبعها فلا تسمع دعوى النشوز. عندنا الحاله الثانيه نحن اللي بدنا نحكي فيها انه موضوع الزوجه واللي بتكون اللي بتطلع بتشتغل، بيقول لك انه الزوجه اذا طلعت اشتغلت فهي بتسقط عنا الحضانه. كمان نحن لا، القانون وقت اللي تعدل هلا بالتعديل الجديد الزوجه يعني الام لها انه تسافر بالمحضون تبعها مع علم القاضي طبعا للمكان البلده اللي بتسكن فيها او اللي بتعمل فيها، فاجاز لها القانون انه هي حتى تطلع تعمل. بس العمل هون نحن في عندنا شرط صغير في العمل الام ساعة. للمحضون انه هي ما يكون متاخر لساعات بالليل، يعني العبره نحن هون في مثلا وقت المغرب نحن اذا بدنا نسميها يعني بالعاميه، يعني نحن طول ما انه هي عم تعمل لضمن ساعات النهار موجود، استثناء اذا كان عملها بيتضمن او بيتطلب هي بوجود يعني ساعه متاخره او نتيجه عمل معين كمان لها اذن من القاضي. بس بحال هي هون الحاضنه الام سافرت بمحضونه لبلد اقامتها او بلد العمل او مكان البلده اللي بتعمل فيها، نحن هون لازم تثبت وجودها للقاضي. نحن بدنا يضل هذا المحضون نتيجه وجود معين. نعم. طيب كونك ذكرت موضوع الشغل اليوم بسبب الظروف الاقتصاديه والضغط اللي عم نعيشه اليوم، الاب والام مجبرين عم يشتغلوا يعني بالعائله الوحده، فكيف اذا كان في هذا الخلل بالعائله وفي انفصال؟ اليوم وقت اللي بتروح الحضانه للام بصير نفقه تدفع للاطفال، ولكن للاسف يعني قد ما كانت النفقه كبيره اليوم مانا عم بتغطي نفقات الاطفال عند الام. اليوم هل كان في تشريعات جديده ساعدت الام على الصرف على اطفالها؟ هلا للاسف نحن في عندنا قاعده فقهيه بتقول انه من ينفق يشرف. هي القاعده الفقهيه اذا بدنا نقول من ينفق يشرف، وقت اللي انا عم بجي عم قيد الام، الام عم تحتاج عمل، اداركها القانون بانه سمح لها بانه تنتقل فيه لمكان عملها واجاز لها بدون ما تسقط عنها الحضانه. موضوع نحن النفقه اليوم او اجر الحضانه، اجر الحضانه نحن وقت اللي عم نكلف فيه اب المحضون عم نتطرق نحن لموضوع انه نحن بدنا بيان ثابت براتب هذا الشخص لحتى نقدر، نحن ما في عندنا لا حد ادنى ولا حد اعلى لموضوع الاجر الحضانه. بس نحن اليوم مثلا بيجينا حاله انه نحن بيكون هذا الاب موظف، نحن بكان بحال كان هذا الاب موظف حيجيب لنا بيان براتبه المقطوع من الوظيفه. صحيح. رح يطلع
مبلغ متدني للأسف يعني، فما حياخد الطفل اليوم أجر حضانة عالي أو يكفيه. يعني اليوم نحن إذا بدنا نحكي مثل ما تفضلتي على موضوع الوضع الاجتماعي، أنا اليوم بقدر لك كحد أدنى بده الطفل 500,000 شهرياً لحتى يعيش، بحال كان هذا الطفل مثلاً أنت إذا بدك تشوفي الطفل أنت هاد بحاجة ل... إذا ما وصلنا لسه لموضوع المدرسة بحاجة لرعاية، بحاجة للقاحات، بحاجة لمراجعة طبيب، بحاجة لأدوية، بحاجة لغذاء معين، بحاجة لكتير قصص. أنا بقدر لك عم قلك أنه يعني إذا ما بدي بالك أنه الحد الأدنى 500,000، فاليوم 500,000 ما مرق حالي لسه نحكم فيها أنه أجر حضانة 500,000 للأسف. إذا الراتب حدود الراتب ما عم يضطر يعني. أنه حتى الأم أنه كتير بالأحيان أنه بالأوضاع الاجتماعية الوسطية للناس أنه تكون في عندها شيء عم تحتاج أنه تشتغله أو تقدمه للطفل زيادة. نعم، يعني موضوع القانون والتعديلات والمحاكم والقضايا اللي بترفع للأسف بين الطرفين هي موضوع شائك، ودائما بيكون في ثغرات للأسف بيستغلها طرف ضد طرف، وإن شاء الله ما يعني ما يكون الطفل أو الأولاد هنا الضحية بهيك مواضيع. أكيد ممكن إحنا نحكي بكثير تفاصيل خلال حلقات قادمة. نتشكر وجودك أكيد لليوم ولكل المعلومات اللي قدمتنا إياها. شكرا استاذ لحضورك ولكل المعلومات. دائما إحنا بنقول الطفل هو الضحية الأولى بهذا الخلاف أكيد. يعني فهيك إن شاء الله نتمنى دائما القانون هو وضع لحماية إن كان الأنثى أو الذكر. شكرا أستاذ لحضورك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك.